اليوم 20 من سبتمبر أيلول من عام 1973. تمضي الأيام والساعات، 16 يوماً سيعبر المصريون بعدها إلى الضفة الشرقية. في ذلك اليوم من عام 1973 كانت الصحف المصرية لا تزال تسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية متنوعة وبعيدة عن المعركة. نقلت صحيفة الأخبار عن السكرتير العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم توقعاته باستمرار أزمات الشرق الأوسط، وأن المفاوضات الثنائية بين الدول الكبرى لن تحل الأمور. وفي الشأن المحلي، ركزت الصحف المصرية على الاستعدادات لشهر رمضان في الأسواق وقرار مجلس الوزراء توفير السلع التموينية بكميات مضاعفة استعداداً للشهر الكريم. وأكدت صحيفة الأخبار أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. كما غطت الصحف زيارة نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعي لعدد من مصانع النسيج والآلات في كوريا الشمالية. وضمن خطة الخداع الاستراتيجي، جاء إعلان بدء قبول طلبات الحج يوم 29 من سبتمبر، على أن تعقد القرعة يوم 11 من أكتوبر تشرين الأول لاختيار الفائزين. كان لافت في الخبر هو تخصيص نسبة 30% من العدد المقرر لحج القرعة هذا العام لضباط القوات المسلحة وعائلاتهم. كما أعلن اتحاد عمال الجمهورية أن النقابات العامة ستخصص لأعضائها من المجندين وأسرهم وأسر الأعضاء الذين استشهدوا فرصة لحج هذا العام. في الأخبار الفنية، تم إعلان 5 أفلام جديدة ستقوم ببطولتها الفنانة ميرفت أمين. كما أعلن بدء تقديم فرقة رضا مسرحية علي بابا والأربعين حرامي على مسرح أم كلثوم. ورياضيا، كان عنوان هزيمة الفرقة الكبيرة أمام الفرق الوافدة من دوري الدرجة الثانية هو الأبرز للأسبوع الثاني من الدوري، وأعلنت الصحف لقاء منتظرا بين الزمالك والمصري البورسعيدي على أرض استاد القاهرة. كل شيء هادئ تماما، إذن خطة الخداع تسير بنجاح.